باش ما نفوتوش كغلاف عام، ولكن اننا نحاولوا ندرجوا اكبر عدد ممكن. الدوره الحاليه اللي هي دوره عاديه ولكن هي دوره يعني خاصه بنظرا للنقط اللي هي مبرمجه، فهي اولا دوره اللي غادي نصوتوا على البرنامج المحيين برنامج التنميه الجهوي كما تم التأشير عليه من طرف السلطه المكلفه بالداخليه، واللي فيه 51 مشروع وبرنامج بقيمه 47 مليار ديال الدرهم لست سنوات ديال الانتداب، واللي يعني كيعطي اولويه خاصه لواحد العدد ديال المحاور اللي سيدنا الله ينصرو دائما كيحث عليها في اطار الجهويه الموسعه. اولا الاهتمام بالعالم القروي، فك العزله، خلق مناصب شغل، الرفع من يعني الطبقه الوسطى داخل العالم القروي. ثانيا الاشكاليه المتعلقه بالماء وما ادراك ما الماء، اللي حضات بواحد هي والامور المتعلقه بالبيئه حضات بميزانيه تفوق 18 مليار ديال الدرهم. ثم كل ما يتعلق بخلق مناصب شغل وتشجيع المقاوله الصغيره والمقاوله الناشئه والمقاوله الاجتماعيه في العالمين الحضري والقروي، بما في ذلك تشجيع الاستثمار وتعبئه يعني اراضي للاستثمار او عقار للاستثمار. ثم كذلك اشكاليه التنقل داخل الجهه كما تعلمون، الجهه ديالنا تشتكي كثيرا من اشكاليه التنقل، فعندنا واحد الرؤيه وبرنامج اللي سطرناه مع شركاء من ضمنهم المكتبه الوطنيه للسكك الحديديه، ولكن كاين شركاء اخرين، واللي حتى هو يحظى بقسط كبير من هذا البرنامج التنموي. الجزء الثاني من هذه الدوره سيكون مناسبه للتصويت على واحد تقريبا 80 اتفاقيه. هذه الاتفاقيه اللي هي داخله في تفعيل البرنامج التنموي الجهوي، واللي يعني من بعد التصويت ديال هذه الاتفاقيه اليوم غادي نكونوا تقريبا برمجنا 20% من ديال التفعيل ديال البرنامج التنموي الجهوي، يعني حوالي 9 مليار ديال الدرهم اللي تم برمجتها بين الدوره اليوم والدورتين السابقتين لسنه 2022. فهذا اللي كيعني اننا كنا نبرمج، كنا يعني نهيئ هذا البرنامج، ولكن في نفس الوقت كنا ناخذ اختيارات سياسيه لتفعيل هذا البرنامج في انتظار التاشير عليه. واليوم احنا اول جهه مؤشر على برنامجها في هذا الاطار، هذا يعني هذا البيريود 2022 2027.